علي انا ويا عبيد وحسين عندنا ترتيب للحفل بكره. انا جاي معنا، وش تبي؟ احنا الحين بنسويك مفاجاه، انت ناشب معنا. وانا غدي وصد. هذا ها وانا غدي وانا تغدي. قل ضبطني يا سيف، ضبطني يا سيف. ها بنزلك استراحه، جهز عشانا لين نعود عليك. والله اني ضبطتك. لا انت ما تبي مفاجاه؟ لا خي انت وش فيك علينا؟ لا بقلب نجم قسم. انت وش فيك؟ وش فيك عليك؟ خلنا نسوي لك حفل ودنيا واخر شيء ربع مسوي لك حفل وترتيبات وناشب لنا معنا. خلاص دبر عمرك اوبر وروح استراحه. عن الثلاجه في يد بجنبها فوق. شو كنت؟ يلا حسين نمشي بسرعه، متاخرين حسين. طيب رب خير. شكلك تعبت. بعد ما انت بحاط فلتر بعد. نوم عيني ابو صالح. قدم. ما شاء الله ما صرت تضبط هنا. اي والله بكره. خلاص اعلام يا محل صوتك فيه على طول. كم الراتب؟ ها؟ 1005. 1005؟ والله واجد عليك. اوفر تايم. طيب اسمعني. روح استراحة تكفى. والله ما اروح. تكفى يا علي. والله ما اروح. يا رب داخلين نبي اشتري هدية له وداخل معنا. علي هدية ايش معنى كلمة هدية؟ هدية مفاجأة. مفاجأة. يعني سبرايت. ايه. يعني ينفاجئك. ايه. صح ولا لا؟ ايه. طيب احنا اللي بنفاجئك، انت داخل معنا ليه؟ اختار يمكن ذوقكم ما يصلح لي. ها؟ ذوقكم يمكن ما يصلح لي. انا خايف من ذوقك. انت قدام تبدي اليوم. لا تدري جيت قهوه العصر والهديه جايني تبي تظهر ولا انت باللي بتطلع؟ انا تفصلت ولا اختصت لي معك؟ افتح الباب. انت مغصبين على العزيز. من مغصبين؟ عاد احنا اللي بنقدم هديه. خلك تموت، خلك تموت. عبيد فهم معي، بس فهم معي. ذيك حلوه. احسن عين شيء زين. ضبطني ضبطني. انت بي هديه تجي لها سمعه وعلام وكذا. انت اكرمه وانا استاهل. لا ايش رايك؟ وش؟ بستاجر جيب بكره. ايوه 2021 2022. ولا ابقى بكره في استراحه ولا اجتمع العربان وكذا واقول هذه هديتي مني لعلي الجعيدي ويستاهل. جيب صورون وبيجي على اول من اليوم الثاني ردها محل ايجار. شو استفيد انا؟ ها؟ شو استفيد؟ تكسبك جمال تركب مهدي جيب ما هديتني. والله انت بيجي لها بس سمعه وكذا. وين السمعه؟ اللي شافها دخل قال وانا على موتري ما معي جيب. قلت لك بعته. بعته وين دراهمه؟ الحمد لله والشكر. بغى تكسبك جمال تتسد على الفاضي. اما رجال تجمل عطني شيء استفيد منه. مهم تقدر اجرف او ترد الراعي. واحد حق خوي. خلاص خلاص. زين اشتري. اغلى ادل عندك. علي اعجبك السيف؟ ها وش تبي من ذي؟ كيفك؟ كيفي؟ ابي هذي ذا. خير؟ كيفك؟ انا جاي الخطب انا تقول كيفك؟ وش تبي من ذي اخلص؟ شو بقول للبيت؟ ابي ذا. ها؟ ابي ذا. اي انت يوم قلت بكيفك تدري شو ناقصك؟ ناقصك انك تروح تاكل في الغرفه بس. مستحي. وش ذوقك بعد؟ القلب ما يعشق يا عبيد. وش ذوقك بعد؟ القلب ما يعشق يا عبيد. مو بيقول احب عمى؟ الا والله عمى. انت عمى. انت عمى خلق ابن الحب. المهم صالح. ابدا ابدا. هذا اغلى ما عندك صح؟ الله الله. ما يقرا عليك غالي. الدعوه يعني بس غلا. انت ما يهمك شكل، اهم شيء غلا. لا عشان الدعوه يعني فقر. لا مو فقر. ابيك تهدي هدي. تعال شوف ايش قريت. واحد كاتب الى زوجتي الحبيبه فاطمه. بعد زواجنا أصبحتي أنت الأم والأخت والبنت والحبيبة والصديقة والعشيقة أيضا. لذلك فأنا أقول لك في عيد ميلادك عيد ميلادك يا من خليك ما حد فرح لي بعيد فطر ميلادي. عيد ميلادك كل عام وأنت يا حبيبتي. أوف بكري ما تزينها. كل عام وأنت حبيبي سيف. خليك لي وأنت بعد خليك. طبع لي واحد نفس هذا بس بدون زوجتي. اهدى الى حبيبي سيف. اخوك ذا جوشني.
الدنيا، بس لو عيد ميلادك يا اخو شو يلزمك بعيد الميلاد؟ والله لا جدك ولا ابوك حطوا عيد ميلاد عشان تحطه انت. صح كل يعني اذا دوره ابي ايش تبي؟ كوش لا عرفت علي تحت هذا بس الجمل زينه برافو برافو ها برافو راح راح شو اسمه برافو سو برافو عشان اشوف اذا تصلح كوشه والله اذا تصلح كوشه سوينا لك يلا اتمختاري يا حلوه يا زينه اندريلين دريرير ايش كان جالس في النص ما معك احد اللي جاي من يا عيني نعم وفي لا تو واحده هذه واحده في مساعدك كهو كهو والله يا ولد منك الصراحه متى تبي بس حدد اليوم ها حدد اليوم وانه يقربك والله انه معك كم بزوجك ايه ليش تصل عليك الله يوفقك حيث اشوف ابو صالح جلس ولا ما ينقطع اشهد انا اشهد لي 3 اشهر ما شفتها كذا اشهر ما شفتها اها بعد الله بكره ان شاء الله هاي ذا العين بسماعات بكره على رجل بكره باذن الله على شنك على شنك يجي دجر تهد والله ما زجات في البزنس حلوه والله ان شاء الله نوجع عمري بكره اذا بكره حيت ولا عشاء متلفت بالوقت Okay, okay, but don't forget the rest items that I mentioned. Okay. إني صفرت عزكم مرطبين فيني. Okay. Okay. What I said, bring it all, please. I will do inspection morning. Okay. والله هالفرق شغل عندك لا يا باشا لا 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 حطه نفس اللون الاول احد يلعب فيه واحد يحنز شكله ترى شوف عيال عم ترى ذولي شوف اذا يرطن انجليزي مع واحد انجليزي واذا يرطن مصري مع واحد سوداني سوداني مختفي انا يضحك